صراع العروش الحملة الفرنسية الجزء الثاني. بعد ما نابليون الكلاون دخل القاهرة من غير أي مجهود حرفياً واستلمها على طبق من ذهب من السلطات العثمانية، ملحقش يتهنى وجه للسطول الإنجليزي قال له خس وقلبي عندك يا اللي الكلام عندك خليك فهمان. وفي أغسطس 1798 وجوه البحر حصلت معركة أبو قير. السطول الفرنسي أبو 55 سفينة بيواجه السطول الإنجليزي، ووسط المعركة كان الأسطول الإنجليزي أذكى بكتير وفهمان وفرض سيطرته على كل شواطئ البحر المتوسط المصري عشان يمنع أي إمدادات عسكرية توصل لنابليون وبفته، وكده يبقى البحر المتوسط إنجليزي ونابليون بقى هيكفي نفسه بس بموارد مصر عادي. منك لله نابليون. وعشان الحملة لا كان فيها راحة ولا بالراحة، نابليون قال لجنوده بصوا انتوا هتتسحبوا بالليل وفي بلاد كده بين المنصورة وبحيرة المنزل، انا عايزهم يبقوا ليا وزي ما انتوا عارفين انا محتاجة خبرين، وفي نفس الوقت عايزة اطمن اني سيطرت على حدود مصر الشرقية، وانت يا دماس هتبقى جنرال الحملة دي، ويبقى كده طريقنا من دمياط للمنصورة سالك ومن غير مهالك. فهمان؟ طلع فهمان. وفي سبتمبر 1798 خد الجنرال دماس جنوده وطلع على مدينة اسمها الجمالية في محافظة الدقهلية، بس عشان ما في سلكان السفن ما بقتش عارفة تتحرك بسبب قلة المية، واهل البلد كالعادة لازم يقاوموا هجمهم وحدفوا عليهم طوب، وهوبا نزل الفرنسويين وحصلت معركة الجمالية اللي اول ما الجنود نزلوا حرقوا المدينة كلها، فضلوا يحاربوا في الاهالي بس المقاومه ما استسلمتش، مات منهم 500 والفرنسيين خسروا 5 جنود و15 جريح. عادي يتهدى نابليون بيسكت على كل ده؟ لا، ليه؟ يثبت بقى حسن نيته اكتر ويفرض ضرائب على المصريين عشان يعوض الامدادات اللي محجوزه في البحر اللي الاسطول الانجليزي مسيطر عليها. طب يا باشا يا مسيطر ما تحل مشاكلك معاهم مش معانا، عمل نفسه مش سامع ولا شايف، وخلى جنوده يدخلوا يكسروا في الجوامع والمآذن. ولما حاكم اسكندريه وقف له وقال له انت بتعمل ايه يا اسطى؟ خلص عليه. ما هو ما كانش بيقبل غير التطبيل زي صفصف الملكه، بس صفصف تكسب على فكره وقدعها من مليون بونابرت والله. المهم ان المصريين ما سكتوش وحصلت انتفاضه القاهره الاولى، والناس اتجمعت حوالين الازهر والمشايخ والعلماء والائمه انضموا ليه، ده غير ان الاهالي في الريف جم هم كمان، وحصل تشابك بين الثوار والجنود، وكالعاده حصلت خسائر كتير قوي، وده اللي خلى علماء الازهر يقولوا لازم هدنه. الموضوع كان صعب جدا والضحايا كانوا اكتر من 4000، وفعلا اتفقوا على الهدنة. وعشان الراجل معروف من لسانه والكلاون كلاون حتى في كلامه، بعد ما وافق فجأة اتقلب على الثوار، دخل قواته الأزهر وأمر بإعدام ناس كتير منهم العلماء، بس الحملة لسه ما خلصتش، دي بتبدأ. استنوا الجزء الجاي عشان تعرفوا ايه اللي حصل، وتفرجوا على الفيديو اللي فات عشان ما يبقاش فاتكم حاجة. وكان معاكم ام من أودات هايد.